نظام العصابات. بركات بركات من نظام العصابات. لا شرقية ولا غربية والقضية وطنية. حرة ديمقراطية جزائر، حرة ديمقراطية جزائر، حرة ديمقراطية. يريد تطبيق الدستور، دفاع يريد تطبيق الدستور، دفاع يريد تطبيق الدستور. اليوم بمناسبة اليوم الوطني المحامي المصادف ل اليوم استشهاد علي الشهيد علي بومنجل، اليوم درنا وقفة تضامنية مع المسيرة الوطنية المنظمة من طرف الاتحاد في الجزائر العاصمة. احنا وقفنا اليوم وقفة احتجاجية من أجل أن نضم صوتنا لصوت الشعب الجزائري وندعم هذا الحراك. مادام نحن نخبة ندعموه بالأفكار، نوضحوا له الأمور من الناحية الدستورية، من الناحية القانونية، ونعطيه أفكار أيضا سياسية. اليوم رانا جينا اليوم بهذه الوقفة في ساحة الثورة بناء على البيان ولا الإعلان تاع الاتحاد لخروج المحامي في يومه الوطني المصادف 23 مارس 2019. محامين عنابة اليوم والمحامين على عبر كامل القطر الوطني اليوم يعني يغتنموا الفرصة تاع العيد الوطني، اليوم الوطني للمحامي، باش يوصلوا أغلى 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 كلمة. ويعني الحاجة اللي حابين نوصلوها أن احنا أولا من الشعب، الدفاع راو صوت الشعب. احنا نريد ان يتغير، نريد ان يتغير النظام، نريد ان نقول لا للاستمرارية، نريد ان نصل الى دولة القانون. وان شاء الله ان شاء الله مش راح نتوقفوا لهنا، علاه؟ لانه القضية راهي وطنية، ومدى بينا نشوفوا الاجيال ما خلينا من اللي عشناه احنا. احنا وقتنا عشناه كما يقولوا، مي المستقبل هو لاولادنا. احتفالنا اليوم جاء خلافا لما احتفلنا به سابقا. هذا الاحتفال كان مميزا. لماذا؟ لانه جاء ضمن تحديات كبيره. هذه التحديات جعلت المحامي يقف ما بين الم من جهه وامل من جهه، ولكن ما نراه انا كدفاع انه الامل هو الذي استغرق الالم، على اساس ان استجابه لنداء هذا الوطن الجريح، وطني يستنجد بابنائه، يقول لهم جرحي لم يعد بسيطا، جرحي لم يعد يمكن ازالته بقطرات من كحول او من ماء اكسجيني، جرحي عبر الزمن اصبح جرحا عميق، لا يمكن ان يداوى هذا الجرح الا اذا تم تنظيف هذا الجرح من العمق واستئصال هذا الورم الخبيث. انا كدفاع وامثل اسره الدفاع، فالدفاع ليس بجبه نرتديها ولا بملفات نحملها ولا بشعارات نرفعها ولا بمرافعات نرافعها، ولكن رسالتنا أقوى من كل هذا، رسالة الحق، رسالة الدفاع عن الحق وعن المبادئ وعن المقومات وعن كل القيم الإنسانية. أقف اليوم وأنا لي كل الفخر والاعتزاز أنني أمثل أسرة الدفاع. رسالتي هي أننا يجب أن نلبي هذا النداء، نداء الوطن الغالي الذي لا متين لها، لا متين لنا، نبقى على أرضه، نحيي مجده. والشيء المفرح في هذه الآونة هو على قدر الألم، على قدر اللحمة الشبابية، وحراكنا ينضم إلى حراك الشعب لنقول لوطننا لن نتخلى عنك، ما حيينا، لأنك أنت نبض القلب والروح والنفس والبدن.